شنو احوالكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بالف خير ونعمه نسلكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فيديو جديد معايا. الفيديو هذا طلبتوه البارح تقريبا جوني يمكن 30 مساج على الميسنجر. اللي ما يعرفش الفيسبوك بتاعي الفيسبوك سيرين زالينا ايبوزاتيه. اللي عنده سؤال واللي عنده حاجه يكلمني والله العظيم على ما نقدر نجاوب. راهو البنات ساعات في النهار والله العظيم راهو من غير مبالغه يجوني بال 100 مساج نرد على اللي نجم، والاخرين معناها كل ما نلقى عندي فضاء نرجع عليهم. راني ما نطفي حدا حد، سامحني كل وحده بعثت لي انفيتاسيون ولا مساج راني والله العظيم وقت اللي نلقى وقت معناها ان شاء الله هنجاوبكم. للي ما جاوبتوش هنحاول نجاوب الناس الكل. حاسين اليوم فيديو كلهم كما قلت لكم تقريبا مساجات الكل. سيرين شوفوا وريتني شنو شريت، سيرين شوفوا وريتني، سيرين شنو خذيت، صور لنا ورينا هكا. هو قلت خليني نوريكم شنو خذيت، برغم انه الفيديو هذايا معناها قاعده نصور معاكم من نهار الاثنين، والفيديو نورمالمون باش يهبط لكم يعني في بالي عملت فيديو لنهار لحد اللي هو امس، مش نحطهم مع بعضه وان شاء الله الفيديو يعجبكم. كما قلت لكم اني باش نوريكم تو شنو خذيت وتاخذوا فكره كان تحبوا ولا اللي كره ولا اللي يحب يجي لهني هيك معناها ياخو ولا عنده هيك حاجه في مخه باش ياخذها. الحقيقه اني الحاجات اللي خذيتهم هو كلهم راهم سيرفيت مونيت ودبش متاع دار. كما تعرفوا اني قاعده فيديوهاتي تقريبا الكل في الدار، معناها ناخذ في حاجه نرتاح فيها في الدار اول حاجه، وثاني حاجه حاجه معناها هيك تلقاني متفرده فيها وكهو مانيش نلوج على حاجات مزيانين ولا طالعين تو فما موديلات تهبل 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 طالعين تو. الحقيقه ماني اللي خذيتهم سامبل هاكم شو تشوفوهم ونقول لكم علاش خذيتهم. اول واحده خديتها هي هذه اللي سالتوني زاد عليها برشا في التعليقات مين خديتها، فما شكون تغشت خاطر ما جاوبتش. راني والله لفق بالتعليقات خاطر اني وقتها عملت الفيديو نتاعك الحاجات اللي كنت على المعون وكل نهارتها لبستها هذه. برشا تعليقات جاوني وفما ريتهم شكون قالت ما حبش تجاوبنا ما تحبش تقول انا من خديتها. الحاصيل ريتها هذه السيرفيتمون هذه الاولى خديتها من بلاد العربي، خديتها نهارين قبل ما نمشي لبلاد العربي نزيد نلوج في ماشي اخرين. هذه خديتها من حانوت يبيع جبوب وقفاطن، والله ما في باليش معناها باش ناخذ سيرفيتمون. كي عجبتني خديتها وبعد جات البالي قلت علاش ما نمشيش ناخذ سيرفيتمونات توا الدنيا بدات تبرد ونرتاح فيهم. ماكم شوفوا فيها نلقى صعوبه في اللبسه نتاع التصوير، ما تتخيلوش قداش نلقى صعوبه. التبشه اللي عندي تقريبا الكل نتاع خروج ما يجيش نتاع لبسه باش تقضي بيه وتهلك بالجافيل، دبش الكل تقريبا تهلك بالجافيل. حاسي لو هذاك علاش حبيت ناخو حاجات ما حتى كي تصب عليهم الجافيل ما يتهلكوش. فما نوعيه نتاع قماش ها باش نوريه لكم انا، هو اللي ديجا اني واخده منه جي يمكن عندي 3 كعبات منه نصور بيهم عم ناول قطره جافيل ما فيهمش على خاطر يحملوا ضد الجافيل وضدك الحاجات هاكوما فهمتوا ما شو اسمه البوليستير ولا ظهلي كيك ما يتهلكش بالجافيل. هذاك علاش حبيت ناخو منه. هذه اول واحده خديتها من بلاد العربي، خديتها فما حانوت قدام جابانا، هذيك جابانا اللي في البلاد العربي قدامها حانوت يبيع فيهم خليت كعبه ما زلت دي ب 55 هاكم شوفوا فيها من تالي هيك طويله محلاها مستوره. وعندي قديش حاب على كعبه هيك اديداس وتكون فيها هيك الزينه نتاع السروال، والسروال لارج لارج بالباهي زيد حسيت نحكي لكم مش هرفع زوز ولا ثلاثه لارج. و هنتحط هذه هيك لهني حاسيلو يعني خديتها تاعي يعني ممكن نلبس ام، اما هذه خديتها تاعي ال بشده واسعه شويه حتى كان واسع قلت ما يسالش حتى كي نبدا هيك نتحرك وكل ما تقلقنيش. هذه اول كعبه اللي عجبتكم من الناس الكل وسالتوني عليها راني ما عندي حتى مشكله كان باش تشريو منها، بالعكس والله نفرح كي ما تتخيلوش قداش نفرح كي واحده تبعث لي ان شاء الله حتى كي يكون كاس قولي سيدين اغزر شت كاس كيما كاس راني نبدا في عالم اخر والله العظيم. باه نمشيو للموديل الثاني. هي السيرفيتمون الثانيه وريه لكم من البعيد، سروالها اكحل عادي نوار عادي وهكا لونها مو فاتحه معاش كان بينت لكم الباهي ولا هي مبلوله خاطر
كنت يعني كنت نحوس بها في الداء بقول شوية بالمية. شوفوا انت هيك ابوش دي عجبتني على الاخر يعني مزيانة. وعرفتوا كل هذه الكاليتي اللي قلت لكم باش نوريها لكم ان شاء الله تكونوا هكا فاهمين. ليت النوعية هذه اللي بنات متاع القماشة ميتها الكوش بالجافيل، راني ظاهرة كتبدو مربعات ولا كيفاش، ميت هالكوش جم لأن الكعبات اللي عندي عمناه القدي خديت، يعني خديت 3 كعبات الوقت هيك مديتهم للانترنت، وخديت كعبة خضرة وكعبة كل كحلة بالبيضة، وخديت كعبة روزة كل ميكي ماوس، وشو آخر خديت، هاو خديت 6 كعبات عمناه نبدل بيهم، زوز منهم تهلكولي بالجافي، و3 كعبات اللي واخدتهم نفس النوعية متاع هذي مجرالهم حتى شيء للتو، مجرالهم حتى شيء باش نمدهم وان شاء الله اني غدوه ناوي نعمل المارو نتاعي وناوي نمد دبشي الكل، وان شاء الله تو يعني ننظم دبشي باش نلقى ما نبدل الايامات هذه. هكا وهذه الموديل الثاني شايكم فيها وقولوا لي في التعليقات، اما ازمه الاولى ولا الثانيه، ومازالوا عندنا كعبتين اخرين قديش هي. كنت نقول لكم على السوم ما تصدقوش هذه ب25 دينار، يعني السوم تاعها مجيش حتى تاخو القماش نتاعها، هذه ب25 دينار اكاهو، يعني وقتها كمانديتهم عاملاها كمانديتهم ب35، وهبش نوريكم موديل اخر ب20 دينار اكاهو، تخيلوا انتم يعني فرصة ما تلقاش من الكل ب20 دينار، 20 دينار تاخو سيرفيتمون. يعني الحقيقة من الاول كنت نرتاح برشا في الروب، معناها كان اللي يتبع فيها ملول يعرف انه اني كنت نلبس روب، لكن والله نلقى فيهم صعوبة كبيرة 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 في التصوير، والله العظيم درجة مش عادية، معناها تلقاني مش مرتاحة، وكي تلقاني نبدا نصور تلقاني على اعصابي، ومنحب اصلا منحبش نصور، ماذا بيا نقضي وحدي وما نصورش، اما توا لقيت راحتي في السيرفيت مونيت، والله معناها عرفتك نبدا نتحرك على راحتي وما يقلقونيش. هذاك علاش نحاول اني ناخذ هكا لبسه هكا باش نرتاح معناها في التصوير وكل. هذه تاي ال خديتها تاي ال، وهني شوفوا محلاها هكا واسعه وباهيه وما ظهر حتى شيء. هني منتالي البنات هي مو فاتحه، راهي ماهيش روز، يمكن في التليفون تظهر لكم روز، اما هي مو فاتحه، راهو ضايع 100، راهو مو زيت 100، الكمام تاعها مبهولين تو خاطر غسلت به الماعون. هكا هذين الموديل الثاني، ثم منهم للوان الكل يقتلوا 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 للوان. اني فقت بهم معناها بعد ما كملت قضيت فضلوا لي 25 دينار وحق الركوب، وليت اخذت هذه وقلت ان شاء الله تو مره اخرى كي نرجع نزيد ناخذ، فما في الجون موتارد، فما في روج بوردو، فما في البلو مارين، فما فك الفير هكايا المزيان حصل، فما الالوان الكل. اني حبيت في الموف هذه خاطر ما عندي حتى شيء في الموف. هاي نوريكم الموديل الثالث اللي قلت لكم ب20,000 اكاها، الثالث تشبه شوية لل عندي منها كعبة بيضة كل اني هذه فير ميليتير، اني اللي عندي تشبه لها في الابيض، وفيها هيك دي بيرل وكل هذه فيها حاجات عادية هيك منها، اما تشبه شوية مع نفس الموديل فيها فليدين هيك، فيها الرباط هذه تجم تتنحى، هي الرباط اللي يحب معناها يعني ها باش نعملها هيك غير حتى ما نربط معناها. السروال متاعها ها هو نفس السروال اللي متاع جوكينيغ الموف نفسه، ما في حتى اختلاف، نفس القماش ونفس الفصالة وكل شيء نفسه، هذاك علاش ما بدلتش. ها هو السروال متاعها، السروال ضم سرير ضم عندي يمكن يجي 6 كعبات منهم، نفس عرفت نفس القماش ونفس اللون وكل شيء، عندي يجي 6 كعبات خاطر ناخو خديت عندي منهم برشا. هذوما هذه كما قلت لكم ب20,000، انا 20,000 وكل تقضيو بها في الدار، ما تقلقكمش جمله لا تخافوا لا من جبال لا من زيوت، تظهر فيها بتظهر فيها حتى شيء، تغسلها ترجع كيف ما هي. اني خديتها علاش خديتها فير ميليتير، اول حاجه خاطر ما عنديش لونها ضايع، عندي في الابيض عندي في الروز عندي في الموتارد، اما النوعيه هذه متاع القماش راهي تفسخ،
ريت الكعبة البيضة اللي عندي نغسلها بيدي باش ما تفسخش النوار، ما يفسخش على البيض. اخترت اني ناخذها برغم انه كيت بيج وكل، اخترت اني ناخذها هيك في الفير ميليتير هكا حاجه، حتى وكان تفسخت عليها ولا غسلتها مع حاجه هيك في النوار ولا حاجه تقعد كيف ما هي. اما ضاي ركزوا عليها ضاي بشي تبدل لون وخاطرها تفسخ شويه، ديك الحاجه الخايبه فيهم هكا. هو ضاي موديل الثالث هكا بالتالي مزيانه حتى هذه، هذه عاديه معناها هيك، هذا موديل عادي هو قديم وكلما اني كما قلت لكم نرتاح فيهم. بالنسبه للانواع كنا معناها اش تسالوني، فما برشا موديلات من نوعيه القماش هذه والسوم هذايا كل راه ما فماش، فما هذه وفما حاصلو هما نصبات زوز نصبات، فما نصبه عندها هذه الالوان الكل اللي تحبوهم، فما فروج بردو فير بلو مارين بيج، فما وفما نصبة أخرى هي اللي نفس اللي تبيع في الموف. أكهو سوق كامل، درة سوق كامل باش نلقى الموديلات كيف ما هذوما، خاطر عندي موديلات نحب عليهم ما لقيتش. والسيرفات المونات بصفة عامة يعني حبيت على موديلات باش نوريهم لكم تو، حبيت عليهم الحقيقة ما لقيتش، درة سوسة كاملة، درة سوق لحد كاملة ما لقيتش الموديلات هذوما، باش نحطهم لكم اني نوريهم لكم باش تاخذوا فكرة زادة شنو فما سيرفات مونات مزيانين كطالعين تاع خروج وكل يهبلوا، اما ما همش تاع قضية الدار فهمتوا، سياح يهبلوا مزيانين وكل اما ما همش تاع قضية الدار، ما نجمش نحرك بيهم في الدار واني مرتاحة، يجيو تاع خرجة نعرفش هيك باش تمشي لدار حميتك دار امك هكاك، اما قضي الدار كوجينا وجافيل وكل ما تجيش. اجا نوريكم توا اخر موديل، الموديل هذا شوفوا ضربات هذوما راهم بارفان بارفان خليت لي الطبعه تاع نادين اختي البارح جربت بها يا اخي خليت لي طبعا تصلي نغسلها ما عرفش علاش عملت لي هيك حاسيلو. هذه اخر كعبه، هذه اللي عجبتني برغم وقت اللي شريتها نادمه يعني، يوني وقتها في الحانوت ناد، هذه خديتها من حانوت في سوسه زاده، خديتها ندمت من علاش علاش قلت لك لونها غامق واني دبشي كل في الجري ودبشي كل في النوار ما عجبتنيش. وبعد كي روحت للدار وقستهم الكل وشفت روحي معناها هذه جربت بها خرجت بها وكل، لقيت انه هذه احسن وحده فيهم الكل. القماش نتاعها خاصه ما يسخنش مش كوتون، هو من عاش كيف القماش نتاعو رطيب يهبل يهبل يهبل، عرفتكم تاع طقس تو. الوحيده اللي اني شريتها ونادم عليها، الوحيده اللي عجبتني ما مش حتى هما عاجبيني، اما هذه ارتحت فيها كتحسها عاديه سامبل ما فيها حتى شيء. شوفوا التريكو نتاعها ما فيه حتى شيء، متالي فيه نفس الموتيف نتاع التريكو، زاد سروالها محلاه هكا ارطب وكل. هذه اكثر وحده عجبتني ما نعرفش علاش ارتحت فيها، عرفت اني ما يهمنيش مزيانه ومش مزيانه، المهم حاجه نرتاح فيها ونحسها مزيانه. اكهو هذي شنو خديت، اعطيوني رايكم قولوا لي انتم في الكومنتات يعني احسن وحده عجبتكم وحسب رايكم عليها اسوامهم باهين ولا لا. بصراحه اسوامهم نحسهم رخيص خلاص، بالنسبة للسوم هذه 30 دينار، هذه 30 دينار، وكما قلت لكم الموف الأخرى ب25 اللي قصتها الفير ميليتير ب20 والأديداس هذيك ب55. علاش الأديداس هذيك ب55؟ خطرها من سوسة من بوتيك في سوسة، وهذوكم من سوق لحد بصراحة رخص والله تمشي يعني الأسوام ما تلقاهاش جملة، برشا موديلات لقيتهم في البوتيكات نلقاهم غادي والسوم ساعات تلقاه للنصف. هذه خديتها من بلاد العربي، هذه ما لقيتش منها الحقيقه في سوق لحد، هذه خديتها ب30 دينار. علاش؟ على خاطر اخر كعبه قالت لي كان جات قدك خوذها، هي ما عرفتش قداش كانت ب50 حاجه كيما هيك 45، قالت لي كان لقيتها تجي قدك خوذها وصح عليك، حاسيلو خليتها لي ب30 هكا. هذه الوحيده اللي عجبتني صاروا مع السباد كل هذه تجي متخرجه. فهواني هذايا شنو خديت، ربي اللي تركزوا على البارفان صدقوني والله غالي البارفان كل عرفتوه كل الروح هذيك نتاع البارفان. ومعناها هذايا شنو لقيت، خاطر ريتو سيرفيت مونيه توا مازالو ما هبطوش،
للي يحب يشري ننصحه يصبر شوية بعد يا أخو، خاطر بصراحة فما حد شيء، ممكن توكي تبرد شوية الدنيا تلقى برشا شواء، تلقى برشا حاجات، تو اني هذوما نكمل بيهم الشتي ونزيد ناخو حتى كعبتين اخرين وكهو يزي اكهو. ان شاء الله الفيديو اليوم عجبكم بسلامة. اما الفيديو راه مازال ما وفاش باش نكملوه، عند ما مشيت البارح نهار لحد فطرت وحزاها فطور الصباح ومن بعد مشيت للسوق. هيا ومعايا ورجعت بكم لنهار لحد. قبل كل شيء خلينا نصلي على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح النور صباح الفل. اليوم نهار لحد، حبيت نشارك معاكم كروتين نهار لحد، ومن بعد حطيت لكم الفيديو متاع اللبسة اللي خديتها. أما برشا حاجات الحقيقة اليوم ما حطيتهاش في الفيديو، كما فطورنا وعشينا وكل ما حطيتوش لهني. كما قلت لكم مشيت بكري لدارنا وباش نهز نادير ونمشيو للسوق لحد نشوف، خاطر عندي برشا حاجات للصغار باش ناخذهم لهم. كما تعرفوا الصغار لازمهم برشا شوارط وبرشا حاجات وكما تعرفوا خديت لهم برشا قضيات وخديت زوز سيرفيت مونيت. وشو عملت اخر حسيت مشيت بكري لقيت ما باش تحط تفطر وعملت كريب. بالنسبة للكريب خاطر برشا سألوني عليه وإن شاء الله تنعاوده لكم مني في القناة. عندي بنوتة نسيت شنو الاسم عمرها 15 عام، قالت لي سيرين بربي بربي أعملي الكريب، راني كل ما نعملها ما تطلع ليش بنينة. بالنسبة للكريب أني راني نكيل على كل كعب عظم كاس حليب وكاس فارينة، وكان باش نعملها مالحة نحط لها شوية ملح، كان باش نعملها حلوة نحط لها سكر فانيليا ونحط لها شوية سكر، وكان تحبوا زبدة هي تبنانها زبدة على الاخر تحطوا زبدة. حاسوا الكريب عمتها ما راهو مانيش اني لقيت ما حضرتها، يعني اني مشيت بحذاها ولقيتها باش تعمل الكريب وصورتها هي في قناتها. بسم القناة ما راهي اسم اسم القناة يوميات ام تونسية وبناتها، وسامحوني بربي كانت تحسوني هيك نتكلم خشمي، راني عندي حساسية وقلقتني وتوغدو نزيد نحكي لكم عليها. حاسي لو ما كملت تك حتى الكريب عملت العجينه وتوقع قاعدين نطيبوا فيها، ما خرجت تشوف الشوكولاته واني قعدت نكمل فيها. هي راهي ما اللي قعدت تطيب وعملت لنا عصير متاع تفاح وبنان وحليب وكل فطرنا به، وعملنا قهوي عربي لهني. مازال اخواتي ما قاموش وحاسين اني جبت صغاري زاد سلمى وانس كيف نفيقهم الصباح يقعدوا فايقين. اما سالم يموت على النوم، عندي سالم وسلمى يحبوا النوم، اما الاكثريه سالم درجه مش عاديه النوم بالنسبه لي، لو كي يجيه النوم سيء حتى كي تبدا فما عرس بحذاه ولا اللي هو ما يقومش. حاسين جبته تقريب هيك راقد وكمل القد دخل داخل القد، وسي انس وسلمى قعدوا فايقين هما اللي اشتروهم من بعد بحذنا في الطاوله. لاني خدينا الشوكولاته، الحقيقه الشوكولاته ما لقيناش شكل الشوكولاته هذيك التارتين، والله بصير نتكلم حاسين الحكوة الشوكولاته هذيك ما لقيناهاش خاطر تقريب الحوانت مسكرين يحلوا مع 8 وكل. ولينا شعملنا خديت طوابع متاع الشوكولاته وذوبتهم مع الزبده وحليب وكل، وزدت لهم الكاكاو وزدت لهم الشوكولين، والله طلعوا بنين على الاخر ابن من اني عملتهم اكل الشوكولاته هذيك السعيد. أتو تشوفوا في فيديو غدوة تلقاني عملتهم في داري، عجبوني هذوما اللي عملتهم في دار بابا أبن، الشوكولاتة متاعهم بنينة على الأخر. ذوبت شوكولاتة وحطيت فيها حليب وحطيت فيها الزبدة وحطيت فيها الكريم ليكيد وحطيت فيها شوكولين وكاكاو، تخيلوا انتوما حصيلو جات بنينة على الأخر. هكا هو حطينا تو باش نفطرو قهوة الصباح، ما عملت لنا تاي في عوض القهوة عملت لنا العصير. يعطيك الصحة ماما، شوفوا محلاها بالله القعدة لاني هيك اقسم بالله ترتح الاعصاب والله، خاصة انه الشمس مازالت ما طلعتش اني جيت بكري. شو نحكي لك نحكي لكمش على الطقس كيفاش. وحدنا نفطروا كان الصغار معانا كل الجماعة الكل راقدين، اللي جاب شوية الدنيا هادية الدنيا هادية، أما كيف نحس البرق
صفيت يا زلمة. سلمي احنا خبز سخونة. ايش نعطيك كريم؟ ايش نعطيك كريم؟ بس انت بدي سخونة تبقى مين على الاخر. وانا صلت في الفليك ما قريب الشيح. هاي راح الشيح من دونه. احنا دقنا نصير كم نحكيو على الفلفل. ما حد غير المطر. واحلى في المطر. اوعى. ان شاء الله يعجبكم اللي خذيته مني. راهو ناخذ ديما الحاجه نرتاح فيها في يعني نرتاح في لبستها وكل شيء. هذاك علاش لبستها السنه. خشة هي ما بيش تصفي ديك وبرا نروح ونضل قهوة مش تضلك مرة تاخد بشوكولاتة بيه. أنا الشوكولاتة لكن الكريبة خبزة وين حبت؟ مالا في الشوكولاتة هي تموت على حالة الشوكولاتة تسكي الحالة اللي فيها حالة مكربة. حاصلوا أني كنكون وصلت بيكم لآخر الفيديو. إن شاء الله فيديو اليوم عجبكم. نحبكم برشا برشا. ناس الكل استناوني في فيديو غدوة إن شاء الله. وبسلامة.